السلام عليكم ورحمة الله. تجربة ثانية من التجارب اللي كنت معنيك راح تكون عن موضوع الـ Interceptibilized Bias Circuit، هي الطريقة الثانية من طريقة من طرق الـ DC Biasing للـ NPN Transistor، اللي هي الـ Interceptibilized Bias Circuit، اللي هي تختلف عن الفيكست اللي أخذناه بالمحاضرة السابقة، إنه راح تكون مقاومة هنا على الإيميتر. فنربط الدائرة هاي ببرنامج الملتزم ونستخرج القيم. طبعا احنا راح نربط على قيم نختارها من المثال هذا. راح تكون عندنا الـ VCC هي 20 فولت، وعندنا هنا مقاومة البيس 430 كيلو أوم، مقاومة الكولكتر 2 كيلو أوم، ومقاومة الإميتر اللي هي 1 كيلو أوم. طبعا قلنا لان المتسعات هنا وهذا الانبوت لما يكون عندنا ACS، احنا فقط نشتغل على الدي سي بايزنج ونستخرج هذين القيم اللي هي الاي بيس والاي كولكتر والفي سي في سي اي والفي سي والفي اي والفي بيس والفي بي سي. فنفتح واجهة الملتزم، نختار العناصر. عندنا اول عنصر اللي هو ترانزستور، ايضا بلا علامة مثل ما تعلمنا بالطريقة السابقة. هنا أنا هاي علامة الترانزستور، بس تأشر عليها تطلع كلمة بليس ترانزستور، يعني مكان ترانزستور. نضغط عليه. نوع الترانزستورات اكو انواع اشكال هواية، فهنا عندنا اللي قاعد نشتغل عليه اللي هو بي جي تي نوعيته ان بي ان، فنختار بي جي تي ان بي ان. وهنا ايضا بعناصر انواع مختلفة من الترانزستور، نختار اي نوع من الترانزستور، نختار اول واحد، نضغط اوكي. ضفنا هذا الترانزستور. بعد عندنا بالدائرة مقاومات، فاذا نختار المقاومات او تروح على الاعلى، هاي علامة المقاومة، انك تختار المقاومة او تقدر منها، هاي مكتوب جروب، نروح على مكتوب كلمة بيسك، ننزل جوة ريزيستر، هاي ريزيستر يعني مقاومة، ونختار المقاومة. وطبعا عندنا قيم المقاومات ايضا، نختار اي قيمة بعدين احنا نقدر نغيرها. فعندنا بالدائرة هي 3 مقاومات، فاذا اختار 3 مقاومات، هاي مقاومة، مقاومة ثانية، مقاومة ثالثة. بعد بالدائرة عندنا مصدر دي سي هنا وجراوند. فمصدر الدي سي ايضا يا اما تغلق هاي النافذة وتروح هنا، هاي علامة الدي سي يعني سورس المصادر، او من هنا من الجروب بيسك اروح مكتوب كلمة سورسز power source non DC power، اضغط اوكي. بعد عندنا دائرة فقط ناقصها الجراوند حتى تشتغل، هذا الجراوند اللي هو موجود نفسه ويا الباور ويا السورسز. هسه ضفنا العناصر احنا المطلوبة، نغلقها. هسه نربط الدائرة مثل ما موجودة بهذا الرسم. راح يكون عندنا ترانزستور، مقاومة هنا ومقاومة هنا والمقاومة جوا، ومصدر الفولتية. فساعدنا هذا اول شيء الترانزستور، هذا الكولكتر، وهذا البيس، وهذا الاميتر مثل ما تعلمنا. فعندنا اول مقاومة اللي هي الارك كولكتر اللي مربوطة هنا، فهاي نقلبها، اشر عليها بالكيبورد كتر وحرف ار، او اشر عليها كليك ايمن عليها روتيت. هاي ار كولكتر، وعندنا بعد الار بيس مربوطة هنا، هذا البيس اقلبها هاي الار بيس. عندنا اثنينات المربوطات سوية، ومربوط لهن المصدر. المصدر طبعا هنا الموجب لي جوا، يعني هاي هسه الموجب لي فوق، لازم الموجب لي جوا اقلبه. هسه صار الموجب لي جوا اربطه. عندنا اخر شيء مقاومة الاميتر، مربوط الجراوند هنا، وهذا الطرف الثاني مثل ذيك المحاضرة، الطرف الثاني مال المصدر لازم هم مربوط الجراوند. فيا اما اربطهم اثنينات نسوي للجراوند، او اسوي جراوند هنا وجراوند هنا، اللي هي نفس الشيء معناه اثنينات المربوطات سوية. فهسه انا راح اسوي جراوندين، واحد هنا وانسخ الجراوند نفسه واربطه هنا، هسه كأنما هذين اثنينات المربوطات سوية، يعني هاي كأنما مربوط للجراوند هنا. هسه ربطت الدائرة، فقط القيم لازم اغيرها مثل ما موجود هنا. راح تكون الـ VCC 20، ومقاومة الـ RBase 430،
دبل كليك على المصدر واكتب 20 انتر. هاي المقاومة هي 430 كيلو، 430 كيلو اوم. عندنا المقاومة 2 كيلو اوم و 1 كيلو اوم، دبل كليك 2 كيلو، وهاي هي قيمتها 1 كيلو. هسه ربطت الدائرة، طبعا لاني اقدر اغير اسماهن، هاي R1 دبل كليك عليها، اروح هنا مكتوب ليبل اغير اسمها اسويها RB. بعد صارت الار بيس، هاي الار كولكتر اقدر اغيرها ايضا دبل كليك ليبل ار كولكتر انتر، هاي الار 3 دبل كليك ليبل ار ايميتر. هسه ربطت الدائرة، هسه المطلوب استخرج الاي بيس والاي كولكتر والفي سي اي من هنا لهنا. اروح للجهة اليمنى الاعلى مكتوب مالتي ميتر، هذا المالتي ميتر حتى اقيس التيار لازم يربط توالي منه، فاذا هاي احذف الخط، هذا الطرف راح يكون بالترانزستور والطرف الثاني بالمقاومة، هسه هذا ربط صار توالي. بعد اقيس الاي كولكتر منه ايضا لازم يربط المالتي ميتر، يجي مالتي ميتر ثاني لازم يربط توالي، ايضا احذف هذا الخط، اربط الطرف فوق الطرف الثاني بالترانزستور. هسه احنا المطلوب بالسؤال انه استخرج الاي بيس اللي هو هذا، خلينا الاميتر حتى يقيس الاي بيس، والاي كولكتر خلينا اميتر حتى يقيس لي، وربطناه توالي حتى يقيس الاي كولكتر. بعد المطلوب الفي سي اي اللي هي الفولتية بين الكولكتر والإميتر، هذا طرف الكولكتر وهذا طرف الإميتر، فإذا نجيب مالتي ميتر راح أخلي طرف على الكولكتر اللي هو الموجب حسب المطلوب، في سي اي يعني في اللي هو الموجب أخليه على الكولكتر والسالب أخليه على الإميتر. هاي هسه راح أستخرج الآي بيس والآي كولكتر والفي سي اي، بعدين أستخرج القيم. هسه أشغل الدائرة دبل كليك، هنا انا ربطت توالي يعني قيس التيار، احولها هنا على قيمة الاي يعني حتى يقيس التيار، وايضا هنا هذا عم ربطت توالي حتى يقيس الاي كولكتر، فلازم احوله على الاي حتى يقيس الاي كولكتر، وهذا يقيس لي الفولتية فهي موجودة على الفولتية. اذا تيار البيس هو 32 مايكرو، تيار الكولكتر هو 4.76 ملي امبير، والفي سي اي اللي هي الفولتية بين الكولكتر والإيميتر هي 5.67 فولت. بعد المطلوب اللي فولتية في سي يعني الفولتية من الكولكتر للجراوند، ما موجود هنا فتشي رقم وياه، يعني من الكولكتر للجراوند، يعني هذا الطرف الثاني مالت المالتيميتر ما اخليه للإيميتر للجراوند قبل حتى يقيس الفي سي. اذا اغلق الدائرة أسدها وأحذف هذا الخط من الكوليمتر أوصله للجراوند، هذا راح يصير قيس للفولتية من الكولكتر للجراوند اللي هي الفي سي. أشغل الدائرة أشوف إنه الفولتية هنا زادت، قبل شوية كانت 5 وكسور هسه صارت 10، لأن يعني ضافت الجمعة وياها الفولتية اللي موجودة هنا، يعني الفولتية اللي هنا زادن هاي الفولتية تطلع لي الفولتية من الكولكتر للجراوند. هسه المطلوب بعد اللي ال VE يعني الفولتية من الإيميتر للجراوند، دائما إذا ما موجود رقم وياه يعني الطرف الثاني جراوند، فهال VE يعني الطرف الأول بالإيميتر والطرف الثاني في الجراوند، فإذا أغلق الدائرة هذا منها أحذفه وأوصله للطرف الإيميتر اللي هو هذا الإيميتر، أشغل الدائرة طلعت 4.798. هي لو نجمع الفولتية على الإيميتر زائد الفولتية بين الكولكتر والإيميتر تطلع لي الفولتية اللي موجودة من هنا بين الكولكتر والجراوند. بعد مطلوب فولتية الفي بي، الفي بي يعني أيضا الطرف الأول بالبيس والطرف الثاني بالجراوند، أيضا أغلق الدائرة هذا حذفه أوصله المن للبيس، هذا البيس أشغل الدائرة، فولتية الفي بي
اللي هي قيمتها 5.57 فولت. آخر مطلب فولتية الـ VBC، يعني الـ VBC الفولتية بين البيس والكولكتر، هذا البيس وهذا الكولكتر. يعني الطرف الأول مالتي المالتيميتر أو مالتي الفولتميتر راح يكون على البيس، والطرف الثاني راح يكون على الكولكتر. فأوقف الدائرة، الطرف الموجب موجود هنا على البيس، والطرف الثاني السالب راح أخليه على الكولكتر، راح أحذفه من هنا وأوصله بالكولكتر وأشغل الدائرة. الفولتية هي راح تطلع لي قيمتها سالب 4.8956 فولت، اللي هو نظريا احنا ايضا استخرجنا الفولتية تطلع لي سالب. ايضا القيم هنا تختلف لان الترانزستور هو يختلف من حيث البيتا، لان قيمة البيتا تختلف هنا عن الموجود.